طيب، واحنا برضو في برنامج الاشبال دايما لينا تواصل مع المدارس الاوروبيه علشان نتعلم ونشوف المستجدات في قطاعات الناشئين ونشوف اخر الامور توصلوا ليها، وفرصه ان احنا نتعلم هنا واولادنا يتعلموا ونشوف الجديد دايما في كره القدم. عبر سكايب من انجلترا، عبر زوم من مستر مايك ريج مدير قطاع الناشئين في نادي مانشستر سيتي سابقا. مستر مايك واحد من المديرين قطاع الناشئين المميزين جدا اللي لهم خبرات كبيره جدا. فرصه تكون موجود معانا على قناه النادي الاهلي علشان نتعلم منك وتقدر الناس كلها تستفيد منك. بنرحب بيك مستر مايك على قناه الاهلي. صباح الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير وليس صباح الخير. شكرا لك. مستر مايك واحد من اهم مديرين قطاع الناشئين. ليه خبرات كبيره جدا. اهميه قطاعات الناشئين مستر مايك للفريق الاول ودايما العمل وبناء لاعب يخدم الفريق الاول وكيفيه بناء اللاعب. بالطبع اعتقد ان هذا الشيء هام بالنسبه لقطاعات الناشئين وعمليه تفريغ اللاعبين. لقد بدات عملي من قطاع الناشئين وكانت خبرتي كلها في ملاعب انجلترا وقطاعات الناشئين المختلفه لاكبر الانديه الانجليزيه، لان تطوير الكره الانجليزيه بدا من قطاعات الناشئين وبدا من الاكاديميات، لأن هذا الشيء يساعد كثيرا، يساعد اللاعبون ويساعد أيضا الأندية الكبيرة من أجل عدم صرف العديد من الأموال الطائلة التي قد تخدم الفريق في موارد أخرى. إذن نحن نقوم بالاهتمام بهذه القطاعات. هناك بعض الأشياء الهامة ولا يجب أن ننسى الدور العظيم لجميع مديري الأكاديميات الذين يقومون به من أجل الفوز بالبطولات، وهذا ما ساعدت إنجلترا كثيرا. أعتقد أن التطور الذي قامت به القطاعات في الأيام الأخيرة ساعدت كثير الأندية. مستر مايك وحضرتك ليك خبرات كبيرة وباع كبير في قطاعات الناشئين، أهم العوامل اللي بتساعد المدرب على النجاح في تطوير اللاعب. هناك العديد من العناصر التي قد تساعد على النجاح والتطور. أهم شيء هو الاستمرار، استمرار التطور واستمرار اللاعبين واكتشاف المواهب، لأن اكتشاف الموهبة هو أكثر شيء قد يكون عائد بالصالح العام على الفرق. يجب أن يعمل الجميع، يجب أن يعمل الجميع في مناخ عظيم من أجل اللاعب. يجب أن يتوفر للاعب كل الأشياء المتاحة داخل الأكاديمية، وهذه الأشياء يجب أن نقول عليها هي البدائيات. لكن إذا ما تحدثنا عن أفضل الأكاديميات، أياكس في هولندا وبرشلونة في إسبانيا، في هذه الأيام أنا أقوم بعمل كبير في هؤلاء الأكاديميات من أجل خدمة الكرة الإنجليزية. ولا أخفى عليك سرا، أكاديمية أياكس في هولندا وبرشلونة هم الأفضل في العالم، لأن المناخ هنا في هولندا وفي إسبانيا عظيم جدا من أجل إخراج الأكاديميات. وأنا لا أشعر بالخجل عندما أتحدث عن أن الأكاديميات الأفضل هي خارج إنجلترا. يجب أن نتعلم من الآخرين حتى وإن كنا في دولة عظيمة مثل دولتنا، ويجب أن نطور من أنفسنا. مستر مايك، عندنا في المنطقة العربية وفي مصر ما شاء الله لعيبة تمتلك مواهب كبيرة جدا، لكن القصور بيكون موجود في النواحي البدنية. إزاي الناشئ الصغير يطور من النواحي البدنية دي زائد الموهبة الموجودة عنده؟ في انجلترا الشيء الهام، لدينا اشياء خاصه جدا، نستطيع عمل اشياء كثيره من الممكن ان تقوم بها مصر ايضا، لان في مصر لديها العديد من المواهب ولديها لاعبين كبار، لكن يجب في مصر ان يهتموا بالمواهب. في اي نادي في مصر هذه رسالتي،
اختص مصر في الوطن العربي، لان مصر لديها العديد من المواهب، يجب ان تهتموا بالمواهب. واذا ما قام اي نادي في الخارج بارسال معايشه او بارسال عقد لاعب الاشبال، يجب ان تسمحوا لهؤلاء اللاعبين بالخروج الى اوروبا، لان اوروبا تطور افضل من مصر مع كل الاحترام، لكن احنا نتحدث عن التكنولوجيا والتحدي. شايف تألق محمد صلاح ازاي وهو لاعب مصري، تألق الكبير جدا في الدوري الانجليزي، واحد من اقوى الدوريات الموجوده في العالم. صلاح، محمد صلاح هو من افضل المواهب. اذا ما تحدثنا عن عناوين المواهب، محمد صلاح هو لاعب خاص لديه جينات عظيمه وجينات خاصه، لاعب رائع، لاعب كبير، فخر للبريمير ليج ككل، لان كل النجاحات التي قدمها كلاعب اتمنى ان يقدم مثلها مع الناشونال تيم، مع المنتخب القومي، لان هذا ما ينقصه من اجل ان يفوز بجائزه عظيمه. لان نتمنى ان يفوز صلاح بجائزه كبيره كالكوره الذهبيه، وانا فخور بكل ما يقدمه محمد صلاح، لانه يقدم اسم عظيم لمصر، واعتقد انه اكسبشنال بلاير، هو لاعب استثنائي لكل المصريين. اتمنى ان يقوم هذا بتطور العديد من اللاعبين المصريين من اجل التعلم مع صلاح. نريد ان نجد لاعبين سنين كثير ليس فقط هو. اخيرا مستر مايك، كنت واحد من العمل داخل قطاع الناشئين في مانشستر سيتي، ممكن مانشستر سيتي يحسم اللقب مبكرا ام هتكون هناك منافسه الاسابيع الاخيره مع ليفربول كالعاده؟ بالرغم من عملي في مانشستر سيتي، لكن انا فان، انا مشجع لليفربول، واتمنى ان يفوز ليفربول. اعتقد ان المنافسه هذا الموسم ستكون صعبه وستكون مختلفه. اتمنى ان يكون الدوري الانجليزي في اوج مرحله، لكن اعتقد الامور ما زالت مبكره ومبكره جدا، لكن اعتقد واتمنى ليفربول يفوز اكثر من مان سيتي ان شاء الله عشان محمد صلاح. بشكرك شكرا جزيلا مستر مايك ريج، مدير قطاع الناشئين السابق في مانشستر سيتي. بشكرك شكرا جزيلا.